اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين قطاع السباحه في النادي الاهلي وخاصه يعني السباحات الطويله والقصيره، لان طبعا بيقدموا ابطال كتير لمنتخب مصر، يمكن على راسهم ساندي. طب ساندي كلميني بقى، يعني انت رايحه تلعبي بطوله في البرتغال مظبوط؟ كلميني عنها، البطوله دي هتتلعب يوم كام؟ اعلنوا عنها امتى وبدات تستعدلها ازاي؟ هي البطوله هتبقى 19/6 للسبق بتاعي. هي البطوله، اخر بطوله مؤهله للاولمبياد. طب ليه ما شاركتيش فيها قبل كده؟ كان في قبل كده كوريا، انا شاركت فيها برضو بس ما تاهلتش فيها، ما توفقتيش فيها يعني. تمام، بس جبت احسن رقم في تاريخ مصر يعني. فعلا كان كام؟ كان 2:07. ساعتين وسبع دقايق عم. ده انا لو اتكلمتهم هتعب. يعني ما شاء الله ربنا يديك الصحه. يعني حققت رقم 2:07، وده كان اكبر رقم، ده احسن رقم مصر في تاريخ مصر. طيب ده لو حققتيه في بطوله المجر يكفي ان انت تتاهلي ان شاء الله، ولا هي مش بالارقام؟ البرتغال صح حضرتك؟ إيه؟ البرتغال. البرتغال، انا اسف انا اسف. هي مش شرط الرقم، لان هي السباحه الطويله بتتوقف على ظروف السباق نفسه او ظروف الجو، البحر عالي، كل الحاجات يعني كل الظروف لازم مش بتبقى زي بعضها يعني. اكيد في كوريا كانت ظروف السباق مختلفه عن الظروف ده، فالتايم مش هو اللي بيحدد. صحيح، لان يعني في عوامل خارجيه بتاثر على سرعتك. بالظبط. 10 كيلو كتير، ربنا معاك يا رب. طب انت المتوقع ليك ايه؟ هو المتوقع يعني المفروض ان انا اتاهل ان شاء الله. ان شاء الله. مين اللي بينافسوك؟ النظام الاول نظام التاهل، بس خلينا نوضح للساده المشاهدين، 10 كيلو سباحه بس. يعني انا لما اتقال لي، هي بتقول لي في الفاصل طبعا كابتن ساندي بتقول لي 10 كيلو سباحه، انا تعبت لما قلت لي بس 10 كيلو، فكرت يعني الماساه الكبيره، بس ربنا يعين. قولي لي التاهل ازاي؟ اشرح لي للساده المشاهدين وحظوظك ايه؟ هو التاهل المفروض بياخدوا توب 10 على البطوله اللي هي اللي جايه دي، اول 10 مراكز. اول 10، وبعد كده لو ما تأهلتش من اول 10، المفروض بياخدوا اول 5 من كل قاره، يعني اول واحد من كل قاره، هما 5 قارات. المفروض ان انا لو ما طلعتش من توب 10 ابقى واخده اول افريقيا. طيب خلينا ناخد الايه الورست كونديشن، انت ما طلعتيش من 10، فانت شوت بي تبقي بطل افريقيا. طيب بطل افريقيا عندك مين في افريقيا بنفسك؟ هي واحده بس من جنوب افريقيا، وفي واحده تانية من الجزائر، بس انا اتنافست معاها قبل كده ومفروض ان انا كسبتها، فمفروض ان هي واحده بس من افريقيا. راحت سباق كوريا بتاعت بطل جنوب افريقيا، كانت خدت رقم اكبر منك ولا احسن منك؟ عملت كام؟ ساعتين وكام؟ انا مش فاكره بالظبط، بس هي كانت قبليه ب 10 مراكز تقريبا. 10 مراكز هيبقى ما بينها ثواني يعني، مش الموضوع كده. بس هي ما توفقتش اكيد في التاهل برضه. لا. وكوريا خدوا اول 10 برضه سنه؟ خدوا اول 10. طيب هتروحي معسكر قبليها ولا نظام البطوله ايه؟ طبعا انت عارفه كورونا، فالدنيا هي الكورونا ما بوظت الدنيا خالص. بس احنا عملنا معسكر مع المنتخب من 3 ايام كده، هو مش معسكر قوي يعني، هو رحنا اسكندريه بس نعوم في البحر ونتعود على البحر اكتر. بس طبعا مش مخلينا الكورونا، مش مخلينا ان احنا نسافر حته او نروح في اي حته. بس احنا عندنا بحار يعني، عندك البحر الاحمر، البحر المتوسط. بس اخترتي البحر المتوسط عشان البطوله هتلاقي في البرتغال، فاكيد في البحر المتوسط صح؟ فانت اخترتي نفس الايه، نفس تقريبا البحر، نفس الاجواء. طب عملت ايه في اسكندريه؟ كنت بتنزلي تعومي قد ايه الوضع؟ كل يوم كان بيزيد اكتر الوقت يعني، في الاول عمت 1:30، وبعد كده 2، بعد كده 2:30، اللي هو بنزود الوقت عشان ابقى متعوده على المسافه والوقت. طب كنت بتمرني هنا ازاي؟ ما هو هنا القاهره ما فيهاش بحر، ما هل لا بنتمرن في البسين عادي، راحه جايه راحه جايه مش كده؟ بتقعدي مثلا برضو بتقومي 1:30؟ لينا بروجرام عادي زي بتوع القصيره يعني. هي بنتمرن زي بتوع القصيره بالظبط، ونتمرن في البسين، ولينا ارقام ولينا كل حاجه، بس بيبقى تحمل اكتر ان احنا نتعود اكتر. طب قولي لي، انت رحت اسكندريه 3 ايام، ده هيبقى المعسكر الوحيد؟ لا، انت خلي بالك البطوله يوم 19، لسه عندك وقت. المفروض ان احنا رايحين الاسبوع الجاي تاني، الويك اند برضو، خميس جمعه سبت. بس كده. طب قولي بتعملي ايه؟ يعني بتاخدوا مركب بتخشوا جوه؟ يعني احكي لي بتطلعوا منين؟ احكي لي التفاصيل. بنطلع من عند الشط لحد ما نعوم. منين؟ من منطقه ايه في اسكندريه؟ الاتحاد المصري للغوص والانقاذ هناك. ده بيطل على البحر على طول، وفي مراكب وكل حاجه. ايوه. تطلعي من المركب بنطلع احنا، مش مركب بقى، الكابتن بيبقى في المركب بيشرف علينا، لكن احنا بنعوم بقى. انا فاهم طبعا. لا انت بتركبوا معاه المركب وتخشوا جوه شويه؟ لا، مش على الشط. لا احنا من الشط لحد جوه بنعوم. يعني بتبتدي من على الشط والكابتن راكب معاكم المركب وماشي جنبكم. ايوه.
بتقعدي ساعتين تمشي في البحر مثلا ساعتين وبعد كده بترجعي بالمركب ولا بتروحي رايح جاي؟ لا لا بروح رايح جاي. انا بنبقى ماشيين في مجرى في مجرى معين زي مثلا مربع او مستطيل، هو ده نفس حتى السباقات بتبقى كده يعني مربع او مستطيل او مثلث على حسب هما الاتحاد الدولي ما بيختار. يعني بيبقى على شكل مربع وانتوا بتلفوا فيه مثلا ولا بيبقى خط المفروض في الدوليه بيبقى تقريبا معظمهم يعني بيبقوا 2 كيلو اللفه الواحده. اللفه الواحده كيف؟ فانت بتلفي نلف 5 مرات عشان يبقوا 10 كيلو بس كده. الترنات برضو يعني الترنات دي بتبقى ما فيهاش ترن بقى، هي مركب يعني زي بالونه كده احنا بنلف حواليها عشان نبقى ماشيين. ما ده ترن، انت اكيد بتبطئ سرعتك شويه عشان تلف يعني. برضو عايزه برضو تمرين. انتوا كده بتتمرنوا هنا كده بتطلعي مثلا 2 كيلو وترجعيهم يعني شغالين هنا بنفس السيستم هناك؟ ايوه. طيب طب البحر كان عالي مثلا يعني انت حابه في ايام تروحي يبقى في الويند عاليه في رياح شديده عشان الموج يبقى عالي يعني بتهيألي ده احسن لك؟ هو المفروض ان احنا نروح في الاوقات اللي هي البحر عالي شويه، لان في البرتغال المفروض ان البحر هيبقى عالي قوي والميه تبقى ساقعه قوي. هتوصل لدرجه الحراره الميه تبقى 18، فده ساقع قوي يعني.